انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. دتكو أسبابته وحي كاعتقادي اعتقادك أي كاعتقاديا صدح قيب قيب سما دتكو. الأول أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه، والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية وأسباب حسية. إنسان لديه ألم في بطنه وذهب إلى وأخذ شيء من الدواء أو أخذ شيء من الأعشاب وشرب، هذا سبب محسوس ملموس، أو أخذ يقرأ على بطنه الفاتح، هذا سبب شرعي. إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه، والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية كالرقي الشرعي وحسية كالدواء، هذا القسم الأول صحيح. قفك سببته كاعتقادي إني سببته هي سببتنا أي تهي سبب سجان شرعي كسجان أما سبب تحسيها النقطة مد موقته حسية سيد قفك الدواء على وش حنونا يسوى مثلا أو الدواء عبي أما سبب شرعي هالنقطة سيد قفك فاتح هذا إسكو أخري أما رقية شرعية إسكو أخري قفك سيد أس وحي شرعي وص إلى هاي سبب كأنك يقصاب أسباب كأنك تو استعماله قفك أس وقفك السحر أوي. نعم، القسم الثاني من الناس، بعض الناس هدان الله إياه يضع مثلا على باب البيت أو على السيارة أو على الأولاد أشياء منها. طيب تلا بعد وح ويدد وح إلهي سبب كرد يجين سبب كرد يجنا هيا أو سبب شرعي كرد يجنا سيد شرع شرعي أنا هين سيد ضد ك وحيابها قاركود جرجة كلك سدة أما هالنقطة يوم حاسي كبو أما وحيابها كله هالنقطة أنا وق اعتقادنا إن الشيء قاسي أي وح أتريسه يعني يضع أشياء على البيت رأس ثور مثلا سيد جرجة وح لجنا هيا مثلا مدح ما ركت دبي أو كلاته أو يضع أسد أو حوت سمك أما وح لجنا اللباح أما ملاي يوصل لجنا الجريج أو نعل قديمة حذاء قديم أما كبا قديمة أو هر كبا بالي يوصل لجنا أو بعض الخرق القديمة السوداء أما مريه هر قديمة يوصل لجنا يا أمد مذو أو بعض الأعضاء من الحيوانات الميتة أما حبنا كم إذا حيوانات كده انتقيب كم إذا يوصل لجنا الجريج أو بعض الأشياء من البحر أما أشياء وبدك كسر صار أيو كان سنايا أو عين أو كف أما إل أما جعن أو حافر الفرس القطعة من الحديد هذه تركب في رجل الفرس أما وحيابها كبها فردها لوج ليوك لأيو صور لقنايا أو يكتب بعض الكتابات في الحسد وكذا أما وحيابها قاركود أولي حسد وحكترها أيو قرنها يا قرآن لا أيو سمينها أو بعض الأشجار أما قيدها قاركود لماذا تضع هذه الأشياء وحيابها اسمك اللي ودي محاو السمين يسوي حاس قال لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسباب لدفع العين لأنه كل أرمها نوحي السبب ويهين إن إيش إجا إلى عليان نقول هذا شرك أصغر أرنتاس في مركب حين قنيس الشرك جنوع يسير أصغر كلوية غنية لأنك بهذا اعتقدت وجعلت ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا لأنك وحاسوبت وشرك وكل نقطة واحد وحنا إلى هاي سبب كنجن آيات سبب كنكتي وإذا قال لا هذه الأشياء هي التي تدفع بذاتها هي التي تضر وتنفع هذا هو الشرك الأكبر أبدي أوقف كاعتقادي أشياء لس أيضو إني واحد ترئيس وأيضو حنفعيس وأيضو واحد دفاعي سنة كاسي وبالشرك وينان نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت ودواء وأولاد عليه الصلاة والسلام ولم يصنع شيئا من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قربوا لها حولوا لها إلموا لها ما نكحر وحياباسنا ما استعمالين وما استعمالين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الذي يحفظ هو الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه والله أعلم. وح إلهي أيا حافظة أو حفظية اتكر أو حفظين كتاب ما شفته إلهي وحنكبر ينا أنه نحفظيه والله أعلم.